ولكن والله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة ولن تقف هذه السلسلة حتى أفضح كل باطل بإذن الله وشبهة أتيت بها في الإسلام أو في القرآن أو في السنة أو في أمهات المؤمنين أو في الصحابة أو في معاوية، لأنك قلت معاوية مجرم وملعون. سنأتي إلى هذا الكلام. تترحم على داروين وتجعله من أهل الجنة وتدعو له بالمغفرة والرحمة، ولا تدعو لعائشة وتلعن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما، وكذلك هو كاتب الوحي، وكذلك هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. أنت يا داروين، أنت يا عدنان تدعو لداروين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمعاوية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت منصفا؟ ثم قال: أنا درست الأصول. هذا الرجل جاهل أيها المستمعون، ولم يدرس شيئا، وإنما هذا من باب الإرهاب، يريد أن يرهب الناس لكي لا يرد عليه ولكي لا يناظر أو لا يناقش. ونحن بحول الله وقوته جاهزون لك ولأمثالك منصور الكيالي وعدنان الرفاعي ومصطفى حسني وذاك اسمه وسيم يوسف وغيرهم من الدعاة الذين ظهروا فجأة وأرادوا أن يهدموا الإسلام جملة وتفصيلا، سنرد عليهم جميعا بحول الله وقوته. ولكن أنصح أخيرا القنوات التي تأتي بعدنان، قنوات خليجية وأخرى عربية وغيرها، لا يجوز لكم أبدا أن تأتوا بهذا الرجل المنحرف الضال المضل في قنواتكم ليسب الإسلام ويغش المسلمين ويسب أمهات المؤمنين الذين زكاهم الله عز وجل بقوله جل وعلا، وما أكثرها من آيات، بقوله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرها الله عز وجل عائشة وأمهات المؤمنين، ويأتي هذا ويتوعدها بالنار، ورغم ذلك تفتح له بعض القنوات الإسلامية والعربية أبوابها على مصراعيها ليسب الدين ويلعن الصحابة ويطعن في أمهات المؤمنين. والله إن الله سائلكم عن ذلك، وإني من هذا المنبر أدعو الله على أي قناة فضائية أو أي موقع على اليوتيوب أو الواتساب أو الفيسبوك أو غيره أو أي منبر لهذا الرجل يأتي به ليطعن في الدين، أن يدمرهم الله عز وجل تدميرا، وأن يفقرهم الله عز وجل، وأن ينتقم الله منهم جميعا. إذا أصروا على باطلهم ينتقم منهم الله تبارك وتعالى عاجلا غير آجل، لأن الله عز وجل ينتقم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.